يشهد حصاد حقول القمح في شمال العراق موضع ترحيب، ففي حين أدت الحرائق والجفاف إلى تباطؤ الإنتاج لا تزال البلاد تتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي. أدت الحرائق إلى تدمير 18,000 فدان من حوالي 12 مليون فدان زرعت بالقمح والشعير هذا العام، لكن وزارة الزراعة تقول إن الإنتاج الفعلي للقمح والشعير لا يزال حوالي 5 ملايين طن. والله حصلنا بعد معاناة كثيرة يعني شغلة الحصاد. أول شيء خوف من الحرائق وما شاء الله هسه حصدنا والحمد لله، والموسم هالسنة يعني حيل زين عن باقي السنوات اللي فاتت، يعني كانت جفاف صار 4 سنين 5 سنين ماكو هالحصاد هذا، بس هالسنة ما شاء الله الحمد لله حيل زين. تدفع الحكومة سعرا مدعوما للقمح، فالمزارع يحصل على 250 ألف دينار عراقي لطن القمح من الدرجة الأولى، في حين يتراوح متوسط سعر السوق بين 350 و420 ألف دينار عراقي. يقول أنس الطايع وهو مهندس زراعي من الموصل ويعمل في حقول قمح حول الموصل، إنما يقدر بنحو 540 فدان في هذه المنطقة زرعت بالقمح، ويتوقعون إنتاج ما بين 300 إلى 400 طن من القمح. الحرائق اللي حصلت في داخل محافظة نينوى لم تؤثر علينا بشكل مباشر، لكن الاستعجال والتخوف من نشوب الحرائق خلانا نستعجل بشكل أكبر في حصاد بعض الأراضي وهي غير ناضجة بشكل تام. لم يتم تضمين 1.7 مليون فدان من الأراضي الزراعية في محافظة نينوى في التخطيط الزراعي لأنها تحتاج للتطهير من القنابل والألغام، وعندما يتم ذلك فقد يؤدي لزيادة الإنتاج. الخطة الزراعية لمحافظة نينوى هي 6 مليون دونم، وهي تمثل نصف مساحات العراق المزروعة هذا العام واللي هي 12 مليون دونم، يعني احنا نصف مساحات العراق. بالنسبه للانتاج المتوقع طبعا الحمد لله بسبب غزاره الامطار هذا العام، الانتاج ان شاء الله راح يكون عندنا عالي جدا. بما يتعلق بالحنطه بحدود 1,300,000 طن، وبالنسبه للشعير بحدود 1,400,000 طن. كبر بلا اسال معك مين؟ ايش بدك تقول؟ لا شعير لا عفوا لا اشتريت